عندنا اتصال هاتفي، مواطنين متفاعلين مع هذا الحدث كعراقيين. خلي ناخذ اتصال ويانا سيد علي من بغداد. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير، عظم الله اجورنا واجوركم للجميع، ونعزي انفسنا ونعزي الشعب العراقي باكمله بهذه الفاجعه التي تكشف عن دناءه المسؤولين وعن جرم المسؤولين. مع كل الاسف الدوله غايبه عنها هيش اماكن اللي العالم تريد تاخذ بها راحتها، وهذا الزفاف هذا اللي حتى بقلوبنا الله شاهد ورقيب. انا وعائلتي حتى الصبح ما تريقنا، لان فاجعه هزه العراق وهزه العالم الاسلامي والعربي كليته. مع كل الاسف احنا هؤلاء هذول الفسد الكفره الفاجرين اللي سرقوا البلد ودمروا البلد ودمروا الشعب العراقي ماكثين على صدورنا. مع كل الاسف نقول احنا هاي العوائل البريئه والاطفال والنساء والشياب والشباب تروح هيك هدر لا، يعني ما نعرف شلون نحكي. يعني قبلها صارت ما تلعب بارة اخذت من عندنا سير وسريده من اخواننا اللي بالموصل، من حرق المستشفيات، حرق الفنادق. يعني الى متى هاي الدوله السايبه؟ هاي دوله فاسده، دوله مجرمه جاي تنتقم من الشعب العراقي. يعني احنا هذا الفاسق، هذا ابو القاعه، يعني 100 كتاب يقول لك جاي عليه، قال له عمي من نفسه والسندويش هذا البنر ومحذرت السلطات. وين الدوله؟ وين ابو القاعه 24 ساعه مشتم مخدرات وقاعد ببغداد وياخذ اتاوات من العالم، ابو عصابه فاسدين. استاذ غسان فاسدين. مع كل الاسف العوائل هاي البريئه وين تروح؟ يعني وين يروحون من الله؟ من الله ينتقد من عندهم، ومن كل واحد كان السبب، ومن كل واحد اشترك بهالجريمه هاي. نسال الله بيته يشافي الجرحى ويقومون بالسلامه والرحمه الى الاموات. جزاك الله خير. بارك الله بك سيد علي، مواطن من بغداد كان متفاعل جدا. استاذ محمد، هذا دعاء مواطن واحد عليهم، مواطن واحد من العراق.